بعد سنة كاملة وبين الكثير من الأفكار مشيت مع الموجة، بس مو في غرف الانتظار، بعيد عن دبلوماسية البعض وخوف الآخر. بيبقى الحدث لي صاحبه وبيختار تفاصيله، لكن تغيرت بعض الأمور وصار الحوار مفتوح أبوابه بين اعتذارات لضيوف وقبول الآخر، بين أبواب مفتوحة لقصص مطروحة. حبينا نبحث عن شخصية الجرأة هي من طباعه، ما نفتش عن إثارة وضوضاء تناتيش الأمور، نبحث عن حدث لي ولك وللشخصية الرياضية. إذا كان حاضر الشخصية متعب ومستقبل الكل مجهول، فهل الماضي يشفع لحدث لي؟ بطولة غرب آسيا للأمانة كان في أغلاط وايد فيها. ياسر عيناوي أفضل مدرب. سوبر سوكر فريق اللي طلع هاجر الأنصار. انتحار الطائرة حياتي طفولتي. قصة هاجر يعني سياقتها مريحة، حتى حركة السكان وايد خفيفة فيها، فبالعكس يعني أنصح أن تجربون سياقتها وايد مريحة. أنا رايحة لقاء حدث لي وأنصحكم أن تتابعون اللقاء. طبعا أشكر شركة جيتور على دعمها حق برنامج حدث لي، و أنصحكم تجربون سياقة السيارة. شلونك مع الصعب؟ بالعكس أنا أدور الصعب لأنه يعتبر تحدي بالنسبة لي، يعني أحب أخوض في الأشياء الصعبة لأن السهلة كل من يقدر عليها، لكن الصعبة مثل ما قلت إنه الأغلب يحاول يبتعد عنها. هذا الأيباد فيه أشياء؟ في فضايا. في يمكن أشياء في أمور كذي، بس إذا اليوم رويتك هني شعار اتحاد الطائرة شنو بيعني لك؟ طفولتي أو مسيرتي في الرياضة بدأت من اتحاد الطائرة يعني بالذات، وكانت بدايتي فيها وايد حلوة للأمانة، يعني بما أن كان الوالد هو أساساً لعب كرة طائرة سابق، فلي ذكريات وايد مع الاتحاد صراحة. وهل الذكريات حلوة ذي ولا؟ في منها ذكريات حلوة، في منها كانت ذكريات يعني مؤلمة نقدر نقول. هل تحصلين الأفضلية بواسطة أو بمعرفة أو لأن ذي الشخص علاقته زينة وياك؟ في أغلب البطولات أو في أغلب المباريات اللي خذتها ما كان في للأمانة واسطة، ما واسطة كنت أوصل حق شيء بمجهودي الشخصي. يعني كنت أحاول كثر ما أقدر بما أن أنا أداوم، ويأتني فترة أحضر تمرينين في اليوم، تمرين قدم وتمرين طائرة، لأن أنا اتجهت حق لعبة كرة القدم، فكنت وايد احط على نفسي عشان اثبت روحي ان انا افضل من اللاعبات اللي معي او احاول انافسهم في داخل الملعب. وفي الحمد لله بعض يعني بعض الامور قدرت ان انا اثبت نفسي ان انا الافضل، بس في امور للحين يعني احتاج ان انا اطور روحي فيها. وايد كتبوا عنك اشياء. صح، وايد كتبوا عني امور. ليش هاجر؟ يمكن يحسوني تهديد بالنسبه حق وايد ناس، او يحسون ان شلون في لاعبه تلعب اكثر من لعبه وفي اللعبتين
تقدر ان هي تثبت نفسها يعني، وفي اللعبتين اسمها قاعد يطلع. ففي بعض الناس انه منتقدين هاي الشيء بالذات، ان انت شلون تلعبين لعبتين؟ اذا انا العب لعبتين وانا باللعبتين يعني متميزه فيهم، شو اللي يمنعني؟ دام احنا مثل ما نقول احنا الحين في الرياضه البحرينيه النسائيه في قله اهتمام في رياضاتنا احنا كبنات، من ناحيه الطايره توهم مبتدين دوري وبدوا يحاولون شوي شوي يطورونه، بس يعني الفتره اللي طافت من عمري انا ما كان عندي اهتمام ذاك الحد في هاي اللعبه، فاتجهت حق كره القدم بسبب ان اهتمامهم في القدم كان اكثر. هل خيروك؟ خيروني للامانه. مين اللي خيرك؟ ناس من الاتحاد، اتحاد الطايره يوني قالوا لي، قعدوني في اجتماع رسمي قالوا لي ان يا تختارين تلعبين قدم يا تختارين تلعبين طايره، واذا اخترتي واحد من الاثنين بتوقفين من اللعبه الثانيه. في هاي الوقت انا كنت متاكده ان سمو الشيخ خالد نطلع قرار رسمي من لجنة أولمبية إن إحنا كبنات نقدر نلعب أي لعبة جماعية نبي، سواء كنت ألعب اللعبتين بنفس الوقت أو سواء، بس أهم شيء إنه ما يتعارض يعني المباريات مع هاي. فاخترت قدم ذاك، وكنت أنا اجتماع قعدتها في اتحاد الطائرة. مع إن بديت في الطائرة، بس لأن كانوا يخيروني في شيء ما في شيء الحين في هاي الفترة اللي أنتوا قاعد تخيروني فيها ما كان في شيء موجود. وانا ما كنت مقصره من ناحيه ان انا حضوري في التمارين، وكان موجود المدرب، قلت لهم المدرب يشهد ان انا مو مقصره في التمارين، بس للامانه اخترت القدم ورحت معاهم بطوله كانت غرب اسيا في الاردن، ورجعنا من بعدها اللي خبروني ان ترى في امر ان انت ما تلعبين طايره، قلت لهم اوكي، لكن عقب اسبوع كذي قعدوا شكله مجلس اداره مع بعض وتكلموني ان خلاص نزلي وانا بتروحين. في هاي اللحظة في هاي البطولة بالذات أنا حصلت أفضل لاعب شامل في الخليج في هاي البطولة. وكان قبلها بفترة أنت مرة بضغوطات وايد نفسية كانت، ما كنت راح تلعبين؟ لا ما كنت، يعني ما كنت مهيئة نفسيا أن أنا بلعب في هالبطولة الخليجية، شاركنا فيها في الكويت أتذكر. في هاي اليوم أنا حصلت فيه أفضل لاعبة شاملة في الخليج. رحتي لي كرة القدم وأيضا حوربتي هناك، ليش؟ لأن هاجر تميزت في اللعبتين، لأن هاجر خذت ألقاب فردية في اللعبتين، خذت ألقاب جماعية في اللعبتين، اسمها طلع كلاعبة مميزة في اللعبتين. وكل لعبة تبي يعني كل في كل لعبة قاعدة تقدم اللي عندها، يبون يحكرونها، يا أحكرت يا بحاربت، حاربني. هاجر ما شاء الله عليها، هاجر قوية، حاربني. طول ما أنا على حق راح أقاتل، راح أسوي كل اللي أقدر عليه، وربي يعطيني على قد نيتي. وفعلا اليوم هاجر كل سنة قاعدة تحصل عروض من أندية مختلفة. هاجر خذت دوري البحريني كرة طائرة، دوري البحريني كرة قدم، الدوري البحريني كرة سلة، مع أن ما عندها يعني موهبة عالية في كرة السلة، لكن عقلياتها خلت الفرق تختارها لأي لعبة. لما بتتكلم عن كرة القدم، هاجر الأنصاري تعبت وايد عشان توصل لهذه المرحلة وهذه الاحترافية وهذه الأداء. اليوم هاجر الأنصاري أول واحدة أو أول لاعبة احترفت في الدوري السعودي، وحصلت على أفضل لاعب في دوري الشرقية، بعدها راحوا جدة وخذوا الدوري. لكن في ناس ما تبي تطلع هاجر الأنصاري، ليش تقولي دور المظلومية؟ هاجر ما تلعب دور المظلومية. إذا لاعبة حصلت على أفضل لاعب في دوري الشرقية في أول موسم، ما في أحد اهتم فيها ولا أحد قابلها ولا أحد تكلم وياها. لما واحدة تحصل عرض يتم تأخيره من قبل ناس معينة، وغيرها في يومين يمشي الموضوع. هل هذه تلعب دور المظلومية؟ لا، هاجر قاعدة تحارب، قاعدة تحاول تحقق أهدافها. ما شاء الله عليها مبدعة هي في كل الألعاب، بس بعد في ذي الناحية إن هي ما حصلت كل الاهتمام اللي هي كانت ترغب فيه، يمكن حاربوها شوي، بس بعدنا هي مستمرة. للحين ما تقولنا يمكن يوقفون فوايه، بس لا بعدنا هي مستمرة. أكيد شيء صعب
انت كنت في مكان كابتن فريق، لك كلمتك في الفريق، انت فريق جديد، شيء يعني مو منزل من مستواها، بس انها هاي تحدي لها ان هي شلون تروح حق لوادم ان انا اقدر اكون في الطائره وفي الغدم، فيعني تحدي لها كان وايد قوي، وللحين مستمره هي في التحدي، وان شاء الله تروح ان هي قدها التحدي. حوربت بسبه مدربنا بالامانه كابتن عيسى العنوي، طبعا من افضل المدربين اللي انا تدربت عنده، هو السبب او الدافع الرئيسي ان انا اتميز في لعبه القدم للامانه. ثقته فيني كانت وايد كبيره ان انا عندي شيء اقدمه في هاللعبه، فهو كان الدافع الاكبر لي ان انا اقدم كل اللي عندي والعب باسم الشعار اللي البسه على تيشيرتي، سواء كنت العب معاه ولا كنت العب مع اي فريق ثاني. فهو علمني حب اللعبة، هو علمني أساسيات لعبة كرة صالات قدم. أنا للأمانة ما كنت أعرف أساسياتها، بس كنت أشوفها، فما كنت أعرف فيها ولا شيء. هو من الناس اللي علمني شلون ألعبها وعلمني حب هاللعبة. طبعاً أنا كنت أحب العشبي أكثر، بس مع عيسى العناوي غير فكرتي عن صالات 180 درجة. هل فكرتي لوهلة أن أنت تبتعدين عن عيسى عشان هاجر ما تكون محاربة؟ هاي شيء من سبع المستحيلات. هو يعني حاولوا للأمانة أن يغيرون فكرتنا فيه، بس أنا كنت من الناس اللي مستحيل أغير رأيي في شخص بدون ما أنا أشوف أنه في سبب رئيسي أن أنا أحارب هالشخص. عشان في ناس صغر من حجم الأكاديمية، مو نادي مو منتخب. إحنا ما عندنا نوادي هنا في البحرين تستضيف الفرق النسائية. لو كان في نادي يدعم الأكاديميات فبالعكس بنتشرف احنا كبنات ان نلعب فيه، بس حاليا الاكاديميه قاعد تقدم لنا وايد امور، قاعد تقدم لنا ملاعب بلاش نتدرب عليها، قاعد تقدم لنا مشاركات خارجيه، شاركنا في عده العاب، شاركنا في الصالات، شاركنا في بطولات 11 ب11، شاركنا حاليا عندنا مشاركه في قطر باذن الله بطولات شاطئيه قدم. تنوع في الألعاب هذه تخلينا إحنا كلاعبات نتعلم أكثر من اللعبة، وبنفس الوقت نستمتع في اللي قاعد نقدمه. صدق مثل ما قلت أنت، إحنا ما عندنا احتراف، فهاي الشيء اللي قاعد نسوي قاعد يخلينا نستمتع في اللعبة اللي إحنا نقدمها. وهو علمنا مثل ما قلت لك شيء واحد، إن إحنا دائما نلعب على الشعار. بالنهاية سواء شاركنا في البطولات الخارجية ما كانوا ينادوننا باسم الأكاديمية، يعني ما كانوا يقولون والله اللعبة الفلانية تلعب بالأكاديمية الفلانية، لا كانوا يقولون لاعبات البحرينيات، فكنا بالنهاية دائما نمثل اسم واحد اللي هو البحرين. هاجر تمثل البنت البحرينية الأصيلة اللي لابسة حجابها واللي مستمرة في المجال الرياضي. ساعات صعب إن البنت كذي تستمر، هي ملتزمة بحجابها بعاداتها بتقاليدها في البحرين، أكيد في ضغوطات. في بعضهم يعني من ناحية اللبس إنه شلون متحجبة وتلعب كرة ومدربين صح. صادتنا هاي بداية مسيرتي الرياضية إنه شلون أنتي تلعبين ومعك مدرب، بس للأمانة يعني المدرب مجرد شخص واقف من مسافة بعيدة ويوجه، يعني ما تشوف فيها أي إشكالية إنه إحنا نلعب في ألعاب باحتشامنا زين، ويكون في معانا مدربين او حتى جمهور او حتى تلفزيون يصورون. بالنهايه انا لابسه اللبس اللي احترم فيه حجابي اللي فوق راسي. في غيره بينكم؟ هو مو غيره، انا ما اقدر اسميها غيره، انا اقدر اسميها تنافس في الملعب. عرفت يعني كل لاعبين في الدنيا اذا شافوا لاعب افضل منهم يحاولون يتنافسون انهم يكونون الافضل. بس في تحزبات عندنا في الرياضه النسائيه. في تحزبات ما اقدر انكر ان في احزاب. اليوم هاجر حصلت عرض من أكثر من نادي سعودي في لعبة الصالات. إيش قالوا لها؟ قالوا لها اختاري يا المنتخب يا تروحين تحترفين. زين هذه رزقها. اليوم الرياضة صارت رزق. واللعبة اللي بتروحها في السعودية نفس اللعبة اللي أنت قاعد تتمرن فيها. شلون تخيرها؟ لو ما كانت لاعبة مميزة ما وصلتني هالكثر عروض من أندية عشان تتعاقد معاها.
انت اليوم بدال لا تفتخر ان بنت البحرين رايحه تحترف تخيرها، انا اقول لك لو غير هاجر ما تم تخييرها. ليش؟ لان هاجر اتي تتمرن وتطلع تلعب مباراتها وتطلع، وفي شخص هذه الشخص نفسه قاعد يعاديها، بس هذه الانسان اللي قاعد يعاديها يدور اخطائها، يدور زلاتها، يحاول كثر ما يقدر يطلع اخطائها. مو معقول يعني تلعب دور مظلومية، بنت موهبة قاعدة تقدم اشياء وكلها كل ما تسوي اي شيء تذكر البحرين، لانها تفتخر انها هي قاعدة تقدم وهي بنت بحرينية. انت مع اي حزب؟ انا مع حزب عيسى العينون. يعني انت متحزبة؟ مو متحزبة، بالعكس انا اشجع ترى اي لاعبة انها هي تتميز بلعبتها، بس من ناحية انا اقول لك يعني في لعبة افضل مني، انا من داخلي اغار انه مو منها، اغار ان انا ابي اكون الافضل، احس ان انا ابي اوصل للأفضلية، بس مو ان انا حارب البنية. ايوه ايوه انا اتميز بمستوى. انا قاعد اقول اشهد الاكاديمية عشان انت شنو توصلين لي الطموح اللي انت بس انا شاركت مع المنتخب في اكثر من بطولة، وبطولة واحدة اللي اتذكر ان انا لعبت فيها اساسي اللي هي مع المدرب القدير خالد الحربان، كنا مشاركين في الأردن، أنا لعبت فيها ظهير يمين أتذكر، وكان أول مرة ألعب ظهير يمين للأمانة، أنا كنت متعودة دائماً ألعب جناح، وكان مستواي في البطولة ما نقول ممتاز ولا سيء، كان أوكي يعني كواحدة أول مرة تلعب في هالمركز قدرت تعطي، عرفت؟ فطلعت بمستوى عادي نقدر نقول. بس من عقبها أنا صار نفس توقفات في اللعبة، ما قدرنا بسبة كورونا ما قدرنا نشارك عقبها في أي بطولة، لين قبل فترة رديت مرة ثانية لعبت مع المنتخب في بطولة كويت، مو ما ثبت نفسي، أنا جيت متأخر حق أعدادهم هم حق هالبطولة. ليش؟ لأن من الناس اللي كنت أتحارب إن أنا ما أدش المنتخب للأمان. مين كان يحارب؟ شخص في المنتخب هو اللي كان يحاول قد ما يقدر ان هاجر الانصاري ما تكون متواجده بس معه. هاجر؟ بس هاجر، هاي اللي اعرفه، لان حاولت اكثر من مره ان انا احضر التمارين قبل الفتره هذه، وكانوا يقولوا لي اوكي وبنسال وبنحاول، وما كنت اشوف منهم خبر، لعقب ثلاث اسابيع انا اضطريت اكلم بنفسي شيخه حصه واطلب منها ان انا ابي اكون موجوده في لعبه كره قدم الصالات، لان هي من اللعبه اللي محببة بالنسبة لي. عدم وجود دوري للصالات في البحرين خاص بالبنات، عدم وجود أندية مهتمة بذي اللعبة، شلون تأسس المنتخب؟ أو مو أنت مختار لاعبات المنتخب؟ هل من العشب؟ كصالات تقصد؟ إي، خذوا منتخبنا احنا العشبي العشبي ودخلوا صالات، طبعاً في بنات تميزوا في لعبة الصالات، اللي عندك مثل منار إبراهيم. من افضل لعبات الصالات اللي تقدر تعتمد عليهم. لعبتي في البطوله؟ لعبت مده 30 ثانيه اقل في البطوله كامله. اغلب البنات انهم ما يستحقون يلعبون دقائق اكثر، يعني ممكن احنا اللي كنا نلعب في الملعب نحتاجهم هم يكونون ويانا في الملعب. مثل ما قلت هاجر لعبت 30 ثانية ما قدرت حتى تعطي، يمكن الروح تبي تطلعها ما قدرت تطلعها فيه، يعني خل التكتيك خل اللعب ما قدرت تطلعها حتى، يعني ان هي تبي تراويهم ان هي تقدر تلعب تقدر تثبت نفسها، في شيء اكيد شيء يزعج شيء يحطم، بس مثل ما قلت لك هي قوية وتقدر ترجع في اي وقت. هاجر انا اكثر شخص اعرف ايش كثر اجتهدت، اكثر شخص اعرف ايش كثر نزلت دمعتها عشان الرياضة، وهذا الشيء ما حد يعرفه، يشوفون هاجر سافرت لعبت سجلت، بس هذا اللي يشوفونه. ما قبل هذه كله وأثناء هذه كله ما حد يعرفه، بس أنا عارفه. ليش أنا عارفه؟ لأني أنا أؤمن بأن أي موهبة بحرينية تحصل الفرصة راح تقاتل عليها، هاجر الأنصاري أثبتت نفسها. كابتن عيسى يوم علمنا او
دشينا معاه في الألعاب علمنا إن إحنا نلعب بحب حق أي لعبة نلعبها حق أي شعب نلعب فيه. فالشيء اللي هو بالنسبة لي يفرق عن المدربين اللي لعبت معاهم إن هو معطيني الثقة، هو الوحيد اللي عطاني ثقة بنفسي إن هاجر ترى أنتي مميزة للأمانة. هو يقولها في وجهي وأنا أقولها كابتن يعني لا تغشمه، لأن تعرف هني يدعمك نفسياً وهني يحبطك نفسياً. اللي هني يقولك إن أنت أفضل لاعب ويك هني مدرب قاعدك بنج مع إن أنت تعرف. يمكن رؤية المدرب الثاني صح إنه يقعدك بنج ما يشوف فيك إن أنت لاعبة زينة. وأنا بالنسبة لي إن رؤيته مو صح، لأن مثل ما قلت كنا نقدر إن إحنا نحصل أفضل من المركز الثالث في غرب آسيا، والسبب إن اللاعبات نفسهم أرهقوا كانوا يلعبون من بطولة الكويت لين وصلنا للنص نهائي، والنص نهائي وصلنا لأشواط إضافية. في الأشواط الإضافية اللاعبات من كثر التعب اللي فيهم خلاص تركيزهم قل صار صفر. عقب المقابلة يمكن وايد تنضرب. أدري هو رادي من ضارة قبلها يعني ما بيفرق عقبها، أنا نفس المشاكل بالتم. شنو الحل حق ذي المشاكل؟ شنو الرسالة اللي اليوم هاجر تبي توصلها؟ إن إذا إحنا في البحرين عندنا لاعبات يتميزون في أكثر من لعبة لا تحاربونهم، بالعكس شجعوهم. ممكن إن هي تشوف روحها في لعبة معينة وتهد الثانية، أو ممكن إن هي تقدر تلعب باللعبتين وتتميز فيهم. بالنهاية ترى هي كلاعبة ما ترفع اسمها، هي قاعد ترفع شيء واحد، ترفع اسم ديرتها. في النهاية أنا سواء لعبت في القدم ولا لعبت في الطائرة أنا قاعد ألعب باسم البحرين، وطموحي إن أنا دائما أقدم للبحرين الأفضل. فأنا سواء لعبت في هاي ولا في هاي مثل ما قلت لك أنا ما قاعدة أخدم نفسي، أنا قاعد أخدم ديرتي، قاعد أكون سفيرة حق ديرتي. فشنو المضرة في الموضوع؟ فليش الناس تحارب الشخص اللي دائما يعني دائما يحاول إن هو يقدم نفسه بصورة يحس إن هاي اللي هو يستحق. بالنسبة لي أنا كهاجر الأنصاري سواء حصلت أحد يحاربني سواء حصلت أحد يحاول يوقف مسيرتي الرياضية، بالنسبة لي أنا ما راح أوقف، لأن أنت بالنسبة لي بتكون تحدي. على كثر ما تحاول تكسرني على كثر ما بحاول أكسر عينه.